ولكنني بعد قراءات كثيرة لكتب كثيرة حول هذا الموضوع أو حول الخلافة الراشدة منذ الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه إلى الخليفة الأخير علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ووصلت إلى قناعة تامة لا يمكن أن أحيد عنها على الإطلاق. القناعة الأولى حقيقة هو أعرف عليا ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه وعليه السلام لا يمكن على الإطلاق أن ينطق بكلمة سوء على الصحابة وعلى جنده وعلى أقاربه وعلى جيرانه وعلى الذين يعملون بمعيته. لا يمكن لهذا الرجل الإمام الزاهد التقي البطل أن ينطق بأي كلمة سوء على الإطلاق. لماذا؟ الجواب بسيط جدا، لأنه تربى في حضن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذ أدبه وأخلاقه من الرسول، وهذا غير يعني غير غريب، فشيء غير مو غريب يعني على علي بن أبي طالب أن يتربى هذه التربية. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يرحم ويرفق بأعدائه ومن آذوه، فأخذ الآداب والأخلاق الإمام علي من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة. النقطة الثانية، توصلت إلى قناعة تامة لي أنا شخصيا هو أنه أي حديث أي مروية أي قصة قرأتها في الكتب وفي بطون الكتب من هذا الجانب أو ذاك تضر بالصحابة أو تنسب إليهم شيئا سوءا فهي باطلة غير صحيحة ولا يمكن أن يقبلها العقل، لأن الصحابة صحبوا الرسول ونزلت بهم آيات واضحة جدا جدا معروفة للقاصي والداني ولا يمكن مناقشتها على الإطلاق وتبريرها. أنا حقيقة يعني شخص أكاديمي وأحاول أن أحلل التحليل. أنا طبعا في برامج السياسية الناس يعرفونني أن أناقش الوضع العراقي وماذا يحدث في الوضع العراقي والقضايا المذهبية والطائفية التي حصلت في العراق والتي جلبت لنا المصائب لحد الآن، ولم أذكر على الإطلاق والناس يعرفونني لم أذكر مذهبا بعينه واسما بعينه، ولكن هنا سوف أتجرأ وأقول الشيعة والسنة، وللأسف أقولها لأنني مسلم. في يوم من الأيام جلسنا جلسة سمر مناظرة بين أصدقاء وكلنا كنا شيعة، فسألوني هل أنت سني أو شيعي؟ قلت لهم أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فانتفضوا وغضبوا، قال لماذا أنت شيعي؟ من هو إمامك؟ قلت له ماذا تقصد من هو إمامك؟ قال من إمامك أنت إذا شيعي؟ من إمامك إذا أنت مو شيعي؟ من إمامك؟ فأنا حقيقة استغربت يعني، قلت له يعني شنو قصدك إمام؟ قال إحنا الشيعة بالنسبة إمامنا إمامنا الغائب إمامنا المهدي. قلت له والله يعني إذا تسألني هالسؤال هذا فأنت حقيقة أحرجتني، أنا أعرف أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقرأ القرآن وأسمع الحديث وكفى، أما إذا تسألني من إمامي قال نعم، لأن الملائكة في القبر راح يسألوك من هو إمامك. قلت له وإذا قلت أنا إمامي هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ألا يكفي؟ الله أكبر. يعني هل من المعقول أن أقتدي بإمام غير الرسول؟ إمام زماني هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فتح الله عليك. إمام زمان قبل الرسول المسيح، إمام قبله موسى وهكذا، فإمام الزمان يا أخوان هو النبي وليس إمام آخر على الإطلاق. فكتموا، لم يستطيعوا أن يجاوبونني لأن كان واضح. يعني أنا في الصين هناك حديث يقول من شهد الشهادتين قبل موته فقد دخل الجنة، وأنا جيراني صيني فأحاول أجيبه للإسلام قبل ما يموت أقول له دقيقة خل داعش راح يطلع على الإمام المهدي حتى يقول أنا موافق حتى يروح طب للجنة، هذا غير معقول. أنا بس أريد أن تزل من عنده أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى أنا أدخل الجنة وأخذ ثواب من عنده، فكيف أطلب منه الطلب هذا؟ فمات وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأين هي الإمامة هنا؟